السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي بداية من اليوم بإذن الله تعالى، السبت 23/4/2022، اليوم بإذن الله تعالى بتوقيت مصر. الفيديو هيكون بتوقيت مصر بإذن الله تعالى متابعين الكرام، مصر وهو توقيت ليبيا والسودان. يعني كمثال خلينا نضرب مثال انتر ميلان وروما، مباراة قوية جدا ما عدا 6 مساء بتوقيت مصر وهو توقيت ليبيا والسودان. لو عايز توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، من فضلك زود ساعة، يعني 6 مساء هتكون 7 مساء كمثال. يعني لو عايز توقيت الإمارات وعمان من فضلك زود ساعتين، ف6 مساء هتكون 8 مساء. لو عايز توقيت تونس والجزائر من فضلك قلل ساعة، 6 مساء هتكون 5 مساء. لو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قل ساعتين، وطبعا جرينتش وموريتانيا والمغرب قل ساعتين، ف6 مساء هتكون الساعة 4 عصرا او مساء توقيت المغرب وجرينتش وموريتانيا. اليوم السبت تورينو هيلعب امام سبيزيا باذن الله تعالى، ممدوح نصر لك نتفرج على الماتش بس. تورينو امام سبيزيا الساعة 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر على قناة الرابطة الايطالية اللي اسمها طبعا ليجا سيري اي على اليوتيوب، والمعلق خالد الغولي. فينيسيا امام اتلانتا في نفس التوقيت الساعه 3 عصر او مساء بتوقيت مصر، 4 عصر او مساء بتوقيت مكه المكرمه على يوتيوب الدوري الايطالي والمعلق ميشيل سعد. اما انتر ميلان وروما اللي احنا قلنا كل التوقيتات بالنسبه لهذه المباراه 6 مساء بتوقيت مصر على قناه الرابطه الايطاليه او يوتيوب الدوري الايطالي والمعلق المتالق فهد العتيبي. وفي ختام يوم السبت هلاس فيرونا هيلعب امام سامبدوريا الساعه 8:45 او 9 الا ربع مساء بتوقيت مصر على قناه يوتيوب الدوري الايطالي والمعلق خالد الغول. يوم الاحد باذن الله تعالى الموافق 24/4/2022، 24 ابريل، سالرنتانا هتلعب ام فيورنتينا الساعه 12:30 ظهرا بتوقيت مصر على قناه يوتيوب الدوري الايطالي والمعلق غازي العمري. بولونيا هتلعب ام اودينيزي الساعه 3 عصر او مساء بتوقيت مصر على قناه يوتيوب الدوري الايطالي والمعلق خالد الغول. في نفس التوقيت اموفيلا هتلعب ام نابولي الساعه 3 عصر او مساء بتوقيت مصر، 4 عصر او مساء بتوقيت مكه المكرمه على يوتيوب الدوري الايطالي ايضا والمعلق ميشيل سعد. جينو امام كلياري 6 مساء بتوقيت مصر على قناه يوتيوب الدوري الايطالي والمعلق محمد ابو كبده. ولاتسيو امام ميلان مباراه قويه جدا ما عدا الساعه 8:45 او 9 الا ربع مساء بتوقيت مصر، والساعه 9:45 او 10 الا ربع مساء بتوقيت مكه المكرمه، والساعه 7:45 او 8 الا ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر، و6:45 او 7 الا ربع مساء بتوقيت المغرب وجرينتش وموريتانيا على قناه يوتيوب الدوري الايطالي والمعلق خالد الغول. اخر مباراه باذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق 25/4/2022، اخر مباراة، وهي طبعا مباراة ساسولو امام يوفنتوس. المباراة معادة الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، و 8:45 دقيقة او 9 الا ربع مساء بتوقيت مصر على قناة يوتيوب الدوري الايطالي والمعلق غازي العمري. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، توقع لي مباراة لاتسيو امام ميلان ومباراة روما امام انتر ميلان. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.